الإنسان أحيانا يتصور الدين أنه إذا استقام على أمر الله حتتضاعف غلته 10 أضعاف، حيشتري بيت في أرقى حي فورا، حيشتري مركبة فخمة، حيتزوج امرأة كما تحلو له، حيعيش حياة أين منها حياة الملوك. هذا الوهم خطير، هو يوظف الدين من أجل الدنيا، هو يتاجر بالدين، هو يجعل من الدين مطية للدنيا، هو يعبد الله على حرف، ما دام صحيح الجسم فهو يعبد الله، يؤدي صلواته، يصوم رمضان، يحج البيت، ما دام دخله وفيرا يعبد الله، ما دامت أسرته سعيدة يعبد الله، ما دام يرقى في سلم الوظائف يعبد الله، فإن أصابه خير اطمأن به. هذا الإنسان الوصولي، يعني يريد أن يصل إلى الدنيا عن طريق الدين، يتوهم أن الدين هو في الحقيقة لما الإنسان يستقيم على أمر الله الله يسعده في الدنيا. أما لا ينبغي أن يكون هذا شرطا، الله سبحانه وتعالى لا يشارط ولا يجرب، فبتوهم أنه إذا الإنسان آمن واستقام وصلى لازم ينجح من دون دراسة، يعني لازم أنجح، أنا بنجح، لازم يربح من دون جهد، بيختار بضاعة سيئة تركها لسيدك، بيختار بضاعة سيئة أسعارها مرتفعة بيرضى بسنة تباع معه، بيتفرقوا الناس من عنده. هيك الدين؟ بعد ما صليت صار معي هيك؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، إذا ما نجح بيترك الصلاة. ما اتفقنا؟ ما اتفق مع الله هيك إنه ما ينجحوا؟ هذا الإنسان إنسان ساذج، إنسان ضعيف التفكير، يريد الدين بالدنيا، يريد الدنيا بالدين، يوظف الاستقامة يتاجر بها. لو صورنا إنسان استقام استقامة كاملة وهو يطمع من هذه الاستقامة أن يزداد ربحه وأن تحل كل مشكلاته، إذا استقام بهذه النية ربما على الرغم من استقامته لا يحصل ما يبتغي، لأنه هي استقامة مشوبة، كأن تصادق إنسانا كي يعطيك مالا، فإذا أعطاك المال تمدحه وإذا منع عنك المال تذمه، هذه ليست صداقة، هي وصولية، هي انتفاع. لذلك ربنا عز وجل قال ومن الناس من يعبد الله على حرف. أنا أخشى من هؤلاء الناس كثيرا، ما دام تجارته ماشية عم يجي على دروس تمام، وين والله صار معنا مشكلة بالتجارة، في صفقة ما ربحت، ما تجي على دروس، زعلان زعلان ما أجي على دروس، هذا موقف ضعيف. أنت تعامل خالق الأكوان. الإيمان الصحيح أن تحبه وأن تعرفه في السراء والضراء، في إقبال الدنيا وإدبارها، في الصحة والمرض، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. هون البطولة، البطولة أن تحبه في الضراء، أن تحبه في أثناء المصيبة، أن تقول له يا رب لك الحمد، مشى على قدميه 160 كيلومترا اللهم صل عليه ليصل إلى الطائف، أقام فيها أياما عدة يدعو أهلها إلى الإسلام، ردوه ردا قبيحا، استهزأوا به، استهزأوا برسالته، قال بعضهم سأمزق أثواب الكعبة إن كنت رسولا، وقال آخر لم يجد الله أحدا غيرك يجعله رسولا، وقال ثالث وقال رابع أغروا به سفهاءهم، ألجأوه إلى حائط، قال يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي، في السراء وفي الضراء. لذلك النبي الكريم الله سبحانه وتعالى قال في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة،
يعني ذاق النبي الكريم الضراء فصبر، وذاق السراء فشكر. حينما فتح مكة طأطأ رأسه لله شكرا، وحينما قهر في الطائف قال رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ذاق الضعف البشري وذاق النصر، وكان في الحالين إنسانا كاملا، كان صابرا راضيا، وكان شاكرا محبا حامدا. ذاق حياة الرخاء. لمن هذا الوادي؟ قال هو لك. قال أشهد أنك تعطي عطاء من لا يخفى الفقر. وذاق الفقر. هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني صائم. ذاق اليسر وذاق العسر، ذاق الرخاء وذاق الشدة، ذاق النصر وذاق الضعف، ذاق أن تطلق بناته نكاية به. هكذا فعل بعض كفار مكة قبيل البعثة، حينما جاءته الرسالة طلقوا بناته من أجل أن يغيظوه. وذاق أن في المدينة أراجيف ترجف في حق السيدة عائشة، وشيء لا يحتمله الإنسان. ذاق هذه وذاق تلك. ذاق الصحابة الأجلاء المودة الراقية، وذاق طباعا جلفة قاسية. يا محمد اعدل. قال له ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل إن لم أعدل؟ قال له هل يا أعرابي هل أحسنت إليك؟ قال لا ولا أجملت. ذاق غلظة أبناء البادية بعضهم، وذاق نعومة أصحابه الكرام ورأفتهم. وفي كل الأحوال كان إنسانا كاملا. ذاق عاش مع زوجة تكبره بخمسة عشر عاما وكان وفيا له، وعاش مع امرأة في ميعة الصبا. تقول له السيدة عائشة ألم يبدلك الله خيرا منها؟ قال لا والله لا والله لا والله، عن السيدة خديجة. ذاق كل الأحوال، ذاق لذة النصر وذاق مرارة الضعف في أحد وفي حنين. لذلك جعله الله سبحانه وتعالى أسوة حسنة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، مريض أصيب بورم خبيث في أمعائه، زاره إنسان في المستشفى قال له اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. كلما زاره زائر يقول هذه الكلمة إلى أن توفاه الله عز وجل. مريض آخر على عكس ذلك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، المؤمن الصادق يوطن نفسه على أن يذوق حلو الحياة ومره. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا الثبات على المبدأ. عرضوا عليه امرأة جميلة وأن يكون زعيما لقريش وأن يكون أغنى أغنيائها، فقال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. يعني أحيانا أحدنا بسبب بسيط بسيط ينتكس، بسبب تافه تافه يترك الصلاة. يا أخي أنت عاهدت خالق الكون، أنت فاوضت كفر الرحمن في الحج، أنت تبت إلى الله توبة نصوحة ببساطة بسهولة، بسبب تافه، بضغط ضغط عليك به، لمشكلة ألمت بأسرتك، لعقبة نشأت في عملك، لإنسان يضايقك تترك الدين هكذا. ومن الناس من يعبد الله على حرف. على حرف هون هالمكان خطر، يعني نفخة يقع، موجة تأخذه، دفعة تسقطه، على حرف. لكن في إنسان يعبد الله في الأعماق، في الأعماق. أحد من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قال أيعدنا صاحبكم؟ لم يقل رسول الله،
قال: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته ومن الناس من يعبد الله على حرف؟ إذا كنت مؤمن صادق يجب أن توطن نفسك على طاعة الله في كل الأحوال. أنت مالك لحريتك وأنت فاقد لحريتك في البيت وفي غير البيت، في الحضر وفي السفر، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في العسر واليسر، في ضيق الدنيا وفي سعتها، في إقبال الدنيا وفي إدبارها. هذه البطولة، هذه الآية بتهز مشاعر المؤمنين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أحد الصحابة الكرام جاء به كفار قريش ليصلبوه، قال أبو سفيان: يا خبيب، أتريد أن يكون محمد مكانك؟ قال: والله ما أريد أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. مو على حرفي، أكون بالأعماق، بالأعماق شوكة. ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. مو على حرف، يعني بسمع أخوان كثيرين جزاهم الله كل خير، يعني حالته ضيقة تلاقي دوامه مضبوط، في بحبوحة دوامه مضبوط صحيح، في ضيق قبل الزواج بعد الزواج، في عسره في يسره، والله في جميل، والله مثل هؤلاء يرفع الرأس بهم، مثل هؤلاء يعتمد عليهم، هؤلاء المؤمنون الصادقون. شو هو طفل؟ هو الإنسان الطفل لأتفه سبب يضحك، لأتفه سبب يبكي. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير إلا جيب ملان بطن تلان كيف تمام، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة مشكلة مرضى تحليل طلع فيه أسيد أوريك مرتفع كثير، منع من كل الطعام تقريبا، فتنة صهره طلق له بنته، ممكن يصير مرض بأهله بأولاده بنفسه، ممكن يوقف عمله نهائيا. وإن أصابته فتنة سماها الله فتنة لأنها سوف تكشفه على حقيقته، سماها الله فتنة لأنها سوف تكشفه على حقيقته. إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، انتكس، يعني قال لك هذا الدين كله خلط رأسا، خلط طلع ما استفدنا شيء، لأنه دنيا ضيقة، لأنه لم يجد عملا، مر أسبوع أسبوعين شهر شهرين بلا عمل، ضاقت به الدنيا، قال الدين باطل رأسا، اتهم الدين بالبطل. انقلب على وجهه، انتكس، يعني خسر الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة، خسر الآخرة بكفره وخسر الدنيا بسوء ظنه بالله عز وجل، ذلك هو الخسران المبين. الإنسان لا بد له من جهة يعتمد عليها، فإذا ترك الله عز وجل يلتجئ إلى جهات أرضية أخرى، يعني يتقرب من إنسان من أهل الدنيا من أهل الحول والطول يعتمد عليه يخدمه، هذا جعله بديل الله عز وجل، كان معتمدا على الله عز وجل، فإذا هو يعتمد على زيد أو عبيد أو على فلان أو علان، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، هذا الذي اتجه إليه وجعله مكان الله عز وجل اعتمد عليه، هذا الذي التجأ إليه لا يضره
ولا ينفعه، عبد مثله ضعيف. ذلك هو الضلال البعيد. في عنا ضلال كبير وعنا ضلال بعيد. بعضهم شبه الضلال الكبير لو كان في طريق إلى حمص مثلا، وفي لوحة كبيرة جدا طولها 4 أمتار بعرض 3 أمتار مكتوب تدمر على اليمين، رغم هذه اللوحة الكبيرة الواضحة فسفورية مضاءة ليلا، اتجه إلى تدمر وهو يبتغي حمص. نقول له هذا ضلال كبير، اللوحة ما شايفة اللوحة. أما إنسان دخل بطريق مشي فيه 200 كيلومتر، بعد ما مشي 200 كيلومتر عرف أن هذا الطريق غلط، يعني مشى مسافة بعيدة جدا في طريق الضلال. فربنا عز وجل أحيانا يقول الضلال الكبير وأحيانا الضلال البعيد. فقال هذا الذي يدعو من دون الله ما لا يضره ولا وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. قد يقول لك قائل، يا أخي هذا الإنسان الذي سرت معه يعني أعطاني شيء من المال، يعني استفدت منه في الدنيا، صار لي شأن حينما تقربت منه. فربنا عز وجل يعني انسجاما مع تفكير هؤلاء يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يعني إذا كان هناك نفع فالضرر الذي حصل من هذا الإنسان كبير جدا. هو في سؤال، كيف يقول الله عز وجل ما لا يضره إن ينفي عنه الضرر، وهون يدعو لمن ضره؟ علماء قالوا الإنسان الذي يعبد من دون الله لا يستطيع أن ينفع ولا أن يضر إلا بإذن الله، ولكن من عبده من دون الله يضره طبعا بأنه يبعده عن الله عز وجل. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، بئس هذا الولي الذي تولاه وبئس هذا العشير الذي عاشره. يعني كل الذي أريده من هذه الآية ألا تنطبق هذه الآية علينا، ألا نعبد الله ما دام الله يعطينا فإذا منع عنا انقلبنا على وجوهنا. هذه الآية تصف حالة مرضية بين المؤمنين، أناس يعبدونه على حرف، ما دامت الأمور على ما يرام يعبدونه، فإذا جاءت على غير ما يرام لا يعبدونه. أيام الإنسان يصاب بمرض، وقد يكون مرض عضال، هكذا مشيئة الله عز وجل. ألا تحب مشيئة الله؟ هكذا أراد الله، هذه إرادته وهذه مشيئته. لذلك قال سيدنا علي كرم الله وجهه: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. يعني أعلى درجة من درجات اليقين أن ترضى بمكروه القضاء. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. يعني إذا أراد الله شيئا وقع، وإذا وقع شيء أراده الله. والإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة، والحكمة متعلقة بالخير المطلق. هذه كلمات يجب أن تحفظونها، يجب أن تحفظوها. إذا أراد الله شيئا وقع قولا واحدا، وإذا وقع شيء فقد أراده الله. وإرادة الله متعلقة بالحكمة، يعني كل شيء أراده لا بد له من حكمة قاطعة، وحكمة الله متعلقة بالخير المطلق. أما الدليل، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الإعزاز خير والإذلال خير، والإيتاء خير والنزع خير. الحكمة متعلقة بالخير المطلق، وإرادة الله متعلقة بالحكمة.
وكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. هذا هو القول الفصل. لذلك إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد ما يريد. هنا إذا نسبنا الفعل إلى الله عز وجل بمعنى أن الله يمتحن هذا الإنسان، فإذا كان صادقا مؤمنا مخلصا هداه، أو تعزى الإرادة إلى الإنسان، إن الله يفعل ما يريد الإنسان. الإنسان ماذا يريد؟ يريد الهدى، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذا أردت الهدى هداك الله، وإذا أردت الضلال أضلك الله، كلاهما يصح. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هناك في قريش أناس غاضهم أن ينصر الله النبي وأن يعلي شأنه وأن يمده بأصحابه الكرام وأن يقدر على يديه فتح البلاد وهداية العباد. كفار قريش غاضهم ذلك، فكانوا يظنون أن الله لن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مدعي، هكذا يظنون، سب آلهتهم، عاب دينهم، هل يعقل أن ينصره الله عز وجل؟ فهم يظنون أن الله لن ينصر محمدا عليه الصلاة والسلام. أما وقد نصره ورفع شأنه وأعلى ذكره وفتح البلاد على يديه وهدى العباد بهداه، غاضهم ذلك، امتلأوا غيظا وحقدا وكادوا ينفجرون. ربنا عز وجل رد عليهم: من كان يظن أن لن ينصره الله، أي سيدنا محمد، في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، ليصعد إلى السماء ثم ليمنع هذا النصر عن محمد إذا كان بإمكانه أن يفعل ذلك، ما في غير ذلك. إذا غاضه أن ينصر الله النبي عليه الصلاة والسلام فليمدد بسبب إلى السماء، ليصعد إلى السماء ثم ليقطع نصر الله عن هذا النبي الكريم، هل بإمكانه أن يفعل ذلك؟ إن كان ليس بإمكانه أن يفعل ذلك ماذا يفعل إذن؟ هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ هذا لا يذهبن كيده ما يغيظ. هذا المعنى الأول وأوجه المعاني التي جاءت في بعض التفاسير. يعني أيام الإنسان يرى مؤمنا الله عز وجل نصره، رفع شأنه، أجرى على يديه الخير، قد يغتاظ لذلك. الله سبحانه وتعالى حينما يجري الخير على يد إنسان لا ينتظر أن توافق على ذلك، لا ينتظر أن توافق، ولا ينتظر أن تبارك، ولا ينتظر أن تسمح. يعني هذا من معاني هذه الآية. المعنى الآخر أنه إذا الإنسان كان منقطع الرجاء من الله عز وجل، لا يرجو الله عز وجل، سوداوي المزاج، متشائم، هذا موته خير من حياته. يعني الإيمان من لوازمه الثقة بالله والرجاء بالله. في ناس بيأسوا، في ناس سوداويين، يعني يحبون الأخبار المؤلمة السيئة. هؤلاء الناس بعيدون عن حقيقة الإيمان. من كان يظن أن لن ينصره الله، يعني ظن بالله سيء في الدنيا والآخرة، يعني هذا الإنسان موته خير من حياته. هذا معنى. المعنى الثاني: من غاضه أن ينصر الله النبي عليه الصلاة والسلام فليفعل ما يشاء، إن الله ناصر نبيه، وليس بإمكان هذا الذي اغتاظ أن يقدم أو يؤخر. يعني الله عز وجل حينما يرفع من شأن عبد من عباده لا ينتظر من أحد أن يوافق أو لا يوافق. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد، والحمد لله رب العالمين.